كما قلت لك أنا دائما عندي قناعة تامة أن السلطة الحاكمة في الجزائر مدنية أو عسكرية تعتبر المغرب عدو لها، فكيف لجار يعتبرني عدو أن أمد له يدي؟ هذا من جهة. من جهة ثانية أنا شخصيا قناعتي الدائمة وأنه المغرب ليس له عدو واحد فقط، فكيف والحالة هذه نحن في حالة حرب مع الجزائر ألا تكون لنا في الهندسة الحكومية وزارة خاصة بالعدو الجزائري؟